على مستوى الدراسة الجامعية، دعت رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط الطلبة إلى متابعة الدروس عن بعد وعدم الالتحاق بالمؤسسات الجامعية حتى إشعار آخر. قرار يقابله عمل متواصل للفرق البيداغوجية والإدارية من أجل إعداد دعامات التكوين عن بعد لفائدة الطلبة. فرح سعف. إجراءات كثيرة اتخذتها الجامعات فور صدور القرار القاضي بتعليق الدروس الحضورية منذ الاثنين الماضي، فلتمكين الطلبة بمختلف الأسلاك والشعب من مواصلة تلقي الدروس تم إحداث وتطوير مجموعة من الوسائط والمنصات الرقمية. التدبير الأول هو تزويد جميع المواقع الإلكترونية، المواقع الإلكترونية ديال المؤسسات الجامعية وديال رئاسة الجامعة بكل ما هو ملفات بي بي تي، ملفات باوربوينت، بي دي اف، تسجيلات صوتية، تسجيلات فيديو. التدبير الثاني هو تسجيلات جميع الاستوديوهات اللي كتملكها الجامعة. مجموعة من الأساتذة يعني عندهم واحد الباع طويل في هذا المجال ديال التعليم عن بعد، يعني تمكنوا من انهم يعني يبداو يعني في التواصل مع الطلبة ديالهم، وجميع الدروس والأنشطة ديال التدريس كيوضعوها في هذه المنصات، والطلبة كيستقبلوها وكيكون تواصل بهذه الطريقة هذه. هذا المركز الذي يسهر عليه ثلة من الأساتذة المختصين يعمل بشكل متواصل على تزويد الوسائط والمنصات الرقمية بالمحتوى الخاص بكل الشعب والتخصصات. هذا المركز عنده أنه كيساند الأساتذة على لتحويل دروسهم الحضورية إلى دروس في منصات تفاعلية مع الطلبة. اذا بالنسبه لهاد كانوا عندنا ديجا يعني موجودين بزاف ديال الدروس اللي موجودين سور لي ديفيرونت بلاتفورم، دونك موجودين. والان نقدر نقولوا بان الجهودات لا من طرف الطاقم البيداغوجي ولا من طرف الطاقم الاداري تضاعفت وكثيرا. وإضافة إلى تفعيل التعليم عن بعد، يعمل هذا المركز على تقديم تكوينات للأساتذة تخص كيفية إعداد المواد والكبسولات وتمكينهم من استغلالها حتى تمر عملية التعليم عن بعد في أحسن الظروف. الشباب حامل